مرحبا طلاب، شلونكم؟ اتمنى تكونون بخير، وياكم احمد سعد من تيم دنتيتي. ان شاء الله اليوم راح ناخذ البارت الثاني من المحاضره الرابعه من سلسله محاضرات الاوبرتيف، الجزء الثاني من محاضره الكلاس 1 كافيتي بريبريشن. فبدون مقدمه زايده خلونا نبدي. طبعا الفكره من هاي المحاضره ومن هذا الجزء من المحاضره انه خليت مجرد صور حتى نتناقش الجزء العملي من الكلاس 1 كافيتي بريب. اوكي، فعندنا هاي الصوره، راح نوضح انه كيف نبدي نسوي بنتريشن. احنا اتفقنا بالمحاضره السابقه انه اكثر منطقه من كلوجال سيرفيس بها كاريز، انه من هاي المنطقه احنا راح نبدي وننطلق ونسوي الكافيتي، نسوي بنتريشن. بس كتسهيل للعمليه، خاصه اللي بعتهم ما ماخذ ايدهم على الشغل، اوكي، وخاصه مختبر الفانتوم بالمختبر بالمرحله الثالثه من تشتغلون على اسنان الاكريليك، فتستخدمون سمول راوند بير، اصغر راوند بير عندكم على التوربين، اوكي، او اذا اسنان اكريليك على الهاند بيس نفسه ماكو مشكله. تسوون ثلاثه حفر، يعني تقسمون الكافيتي مالتكم. خلنا نفترض انه هذا الكافيتي راح يكون هذا شكله على سبيل المثال، وراح تقسمونه ثلاث اقسام، اوكي، وراح تقسمونه ثلاث اقسام وتسوونه هنا فد يعني هول، فد حفره هنا، حفره وهنا حفره، زين. بعدها تستخدمون سمول فيشر بير، راح توصلون بين هاي الحفره، توصلون بيناتهم. بعدها تفتحون هاي المنطقه فتصير عندكم هذا الشكل. بعدها تستخدمون الميدل فيشر بير، يعني الحجم الوسط، وتعدلون الكافيتي مالتكم وتسوون كل اجزاء، تسوون ريتنشن فورم ريسيستنت فورم وكل تفاصيلها كلها راح تسوونها. بعدها تستخدمون انفيرتد كون بير، حجم مثلا وسط ميدل، اوكي، وتنظفون وتعدلون الفلور مالتكم وتسووها فلات، تسووها سموث، اوكي. بالتالي راح نحصل على هذا الكافيتي. فد ملاحظة انه احنا اخذنا فد قاعدة اللي هي extension for prevention، مثلا انه هذا الجزء ما بيها اي مشكلة وهي sound، واحنا لازم نتبع الـ القاعدة اللي هي extension for prevention. فاحنا من نستخدم الميدل فيشر بير مالتنا، ندخل هاي المنطقة على قد البير، اوكي، يعني هي كانت تقريبا لهنا، اوكي، يعني هي تقريبا شكل الفشر مالتنا واصله كانت لهنا. فاحنا راح ندخل على قد دايميتر اوف ذا ميدل فشر مالتنا، نطلع هي تقريبا تجي الدايميتر مالتها تقريبا نصف ملي. فكل بيت ان فشر ندخل الها، يعني ندخل بها على عرض الفشر مالتنا وعلى عرض البير مالتنا ونطلع، اوكي، زين. بالتالي احنا حصلنا على هذا الكافيتي بالاخير، هذا شكله. هي اولا بدنا نشوفه convenience form، ليش؟ لانه بنظره واحده كلوجالي كل معالم الكافيتي مالتنا هي واضحه. طبعا انا هاي الصوره اخذتها من حساب دكتوره مريم، الحجره الاساسيه بالتيم دنتيتي مالتنا، اخذتها من حسابها. فهي تعتبر هذا الكافيتي مالتنا الشرط اللي قلنا عليها convenience form متحقق، ليش؟ لانه احنا من هذا السايد ومن كلوجال سايد، من كلوجال سيرفيس، من ننظر على الكافيتي كل معالم من الكافيتي مالتنا واضح، زين. واكيد الويدث مالتها دا نشوفها تقريبا هي ثلث المسافه بين كاسبين متقابلين، يعني هاي المسافه ومن هاي المسافه، هذا الويدث اوف ذا كافيتي مالتنا تكون ثلث هذه المسافه وكذلك هاي المنطقه. فبالتالي تحقق عندنا الشرط الثاني انه الويدث اوف ذا كافيتي مالتنا كلش كافيه حتى نستخدم الادوات بدون اي مشاكل. دا تشوفون هاي المنطقه وهاي المنطقه صايره باللون الاحمر، اسمها دوفتيل فور ريتنشن، هي تعتبر ريتنشن مين، اوكي. ممكن ما تطرقنا عليها بالمحاضره السابقه، انه احنا من دا نشتغل، من نوصل منطقه او نوصل جزء الميجال وديستال، نوسع الكافيتي مالتنا على هذا الشكل، اوكي، يعني البوكال ولينجوال وول هاي المنطقه ناخذها، يعني ناخذ شوي، يعني نتجه نعطيها كيرف، وبالتالي نسوي شكل نقدر نقول عليها دائري، اوكي، نسميها دوف تيل. ليش؟ حتى نحصل على ريتنشن او نزيد الريتنشن للامالغوم في هاي المناطق، بحيث شنو؟ هاي المنطقه راح نسميها اسمث اريا، وبالتالي راح تكون شوي اضيق من هاي المنطقه، وبالتالي راح تحصل الامالغوم داخله،
زين، ملاحظة كلش مهمة انه احنا لي وين لازم نوصل، خاصة مختبر الامالغا، العفو مختبر الفانتوم ماكو كاريز، انت لازم تشتغل يعني على نقدر نقول ساوند توث، اوكي؟ فلازم نحافظ انه تكون المارجنال ريج مالتنا من السايدين ميجال وديستال تكون 1.5 او 1.6 الى 2 ملم، اذا اقل يعني خطأ، يعني إذا أقل من 1.5 ملي صارت عندنا مشكلة ولازم إحنا نفتح كلاس 2، هسه سواء في يعني مثلا ناتشورال توث في الحقيقة أو في المختبر، فلازم نحافظ على هاي المسافة اللي هي من يعني تقريبا من 1.6 إلى 2 ملي. زين، والأوت لاين مالتنا مثل ما تشوفون اتفقنا أنه لازم تكون كافيتي مالتنا تكون راوندد، ماكو أي جزء شاب. شوفون هسه إحنا عندنا الأوت لاين فورم، هذا الكيرف سيرفيس مارجن مالتنا round smooth، ماكو اي منطقة sharp، وبالتالي احنا حصلنا على round نقدر نقول cavity، اوكي؟ ماكو اي منطقة عندنا sharp ونقدر نقول انه cavity مالتنا هسه هنا perfect 100%. زين، اما السلايد اللي هذا قبل ان نعبر للسلايد اللي بعده، هذا التوث هو شنو؟ upper 7، هذا التوث هو upper 7. اريد اعطيكم فد ملاحظة انه الأبر 7 ممكن يصير عندنا كافيتيات اثنين، يعني هنا عندنا احنا اوبليك ترانسفير ريدج، اوكي؟ فاذا صارت عندنا هاي المنطقة بيها كاريز وهاي المنطقة ساوند، ما راح نتبع قاعدة اكستنشن فور بريفنشن، ما راح نتبعها. ليش؟ لانه عندنا فد جزء كلش قوي اللي هي اوبليك ترانسفير ريدج، وهذا الشيء هذا الجزء من التوث اذا احنا سوينا له كاتنج، فبالتالي احنا ضعفنا التوث بنسبة كلش كبيرة. فإذا عدنا كابيتي هنا، أوكي، راح نسوي مجرد كابيتي بهذا الجزء. إذا عدنا كابيتي هنا وكابيتي هنا، وهذا الجزء لنفترض على حطته هذا ترانسفيرز أوبليك ترانسفير ريج، فهذا الجزء يكون ساوند وما بها مشكلة، بس هنا عدنا كاريز وهنا عدنا كاريز، أوكي، نسوي كابيتيات اثنين منفصلات، هذا الجزء احنا نحافظ عليها، ما نفتحها، ما نسوي لها كاتينج، اوكي؟ فراح تصير عندنا كابيتي هنا وكابيتي هنا، واحدة معزولة عن الثانية، خلوها ببالكم. هذا الترانسفيرج مالتنا لازم احنا نحافظ عليها اذا هي ساوند، بس اذا مثلا شوي بها كاريز منها، شوي كاريز منها، اخذنا منها وشوي ضعفناها، بس بالتالي الثكنس بقت شنو؟ يعني اكثر من النص مليم، يعني النص مليم واكثر، بالتالي ايضا نحافظ عليها وما نفتحها، بس اذا صارت اقل من نص مليم لا بعد لازم احنا نفتحها وتصير كافيتي وحده. زين، اوكي، للتوضيح اكثر، هاي صوره عندنا هذا الكافيتي مالتنا تشوفون، هذا كلاس 1، استخدمنا سمول راوند بير دايموند بير، خلوها ببالكم، اذا احنا دنقص انامول لازم نستخدم دايموند بير، اذا يعني اذا نشتغل داخل الدنتين او نقص الدنتين نستخدم كاربايد بير، فاستخدمنا دايموند بير سمول راوند بير، خليناها على التوربين، وبدينا هنا سوينا فتح حفره بنتريشن هنا، ولنفترض ايضا هنا وهنا، بعدها استخدمنا الفيشر بير مالتنا، وبدينا نوصل بين من بين هاي الحفر اللي احنا اتفقنا عليها بالسلايد السابق. هنا عندنا البير شوية يعني يكون مائل، ليش؟ لانه احنا اتفقنا الميجيال والديستال سايد مالتنا لازم تكون سلايتلي دايفيرج اوكلوجيالي، اوكي؟ زين، هنا مثل ما تشوفون انه البير مالتنا عدلناها وراح يتحرك لهاي المنطقة وراح يتحرك بوكالي لينجوالي وراح ننظف الكافيتي مالتنا. زين، هذا السلايد ايضا تكمل السلايد السابق، انه بدينا مثل ما قلنا انه الفيشر بير راح نتحرك بها ونوسع الكافيتي ونفتح كافيتي، اوكي، نتحرك بوكال لنجوال ونتحرك الى ديستال، اوكي، فبالتالي صار عندنا كافيتي نقدر نقول عليها بعتي مو كامله، بس يعني تقريبا شكل الكافيتي مالتنا تحدد، اوكي، بس بعدنا الاوتلاين فورم مالتنا مو كامل، صح تقريبا هي على الساوند اريا، بس هاي المنطقه ابد مو على الساوند، بعد هنا اكو كاريز لازم نتخلص من عنده. زين، فبالتالي راح نوسع الكافيتي مالتنا، مثل ما تشوفون هنا الكافيتي، هنا عندنا بعد اكو كاريز، هنا ايضا، هنا ايضا، في الاوتلاين مالتنا بعتي مو كامله، مو كل الاوتلاين صاير على ساوند توث، فبالتالي لازم احنا ننظف الكافيتي مالتنا اكثر.
وبعد يعني بعدنا ما محصلين على اي ريتنشن او اسيستنت فورم، فبالتالي نستخدم الفيشر بير شويه حجم اكبر. اذا عدنا اوكي ماكو مشكله، راح ننظف الكافيتي مالتنا. اوكي نرجع ننظف الكافيتي، هاي مناطق الشارب راح نتخلص منهم، نسويها راوندد، وبالتالي صار عندنا هنا كافيتي راوندد، والاوتلاين فورم مالتنا صايره على الساوند توث ستراكشر وما عندنا اي مشاكل. ممكن احد يسال يقول انه هاي المناطق اوكي يعني ممكن بعد بيها كاريز. زين هاي المنطقه هي دنتين. زين فالدنتين ممكن تكون انفكتد او افكتد دنتين. الافكتد انه اوكي صار بيها كاريز، بس هاي المنطقه ما بيها اي بكتيريا، وبالتالي صار بيها فقط ديسكولوريشن، يعني متغير فقط لونها، انه هذا جزء من الدنتين صار بيها فقط تغيير باللون بس ما بيها اي بكتيريا. ومن نمشي عليها بروب اوكي راح نشوفها صلبه، اوكي راح نشوفها صلبه. بس اذا شفنا منطقه من الدنتين بها ديسكولوريشن واذا مشينا عليها البروب راح نشوفها سوفت، هاي لازم نتخلص منها. ليش؟ لانه هاي عندنا اصلا يعني هاي كاريز وبها بكتيريا، واذا عفناها ممكن تنعاد، لازم نعيد الحشو بعد فتره اوكي، يعني بتبدا عندنا مشاكل مره ثانيه. فالافكتد والانفكتد دنتين خلوها ببالكم، انه الافكتد دنتين صار بها ديسكولوريشن بس هي نشوفها قوامها صليب ما بها اي مشكله. الدنتين مالتنا بنخلي عليها بروب ونخلي عليها حتى الهاند بيس، ما راح تقص منها بسهوله، نشوفها يعني قويه فاوكي نعوفها، هذه يعني ما نسوي لها اي شيء. بس اذا هي الدنتين صار بها ديسكولوريشن وسوفت، لا هاي انفكتد ولازم نتخلص من عندها. فهذا صار عندنا الشكل النهائي للكافيتي مالتنا. زين اما السلايد اللي بعده راح نتكلم عن الاكلوجن بلين. اوكي اثناء الكافيتي بريب لازم احنا نتبع الاكلوجن بلين، يعني البير مالتنا لازم يكون يعني عمودي على اللونج اكسس اوف ذا توث، خاصه بعض الاسنان اللي صار بها تيلتنج لازم ايضا احنا نخليها ببالنا انه الاكلوجن بلين مالتها كيف تكون، كيف صايره. اوكي يعني احنا عندنا احنا الاكلوجن بلين هيجي، في البير مالتنا تكون عمودي ونفتح كافيتي ونسوي الكافيتي بصوره صحيحه. بس اذا لا الكلوجن بلين مالتنا مثل ما تشوفون بهذا الشكل، واحنا خلينا البير مالتنا وين؟ مو عمودي، لا بزاويه معينه، فالكافيتي مالتنا راح تكون مايله، وهذا الشيء كلش غلط. اوكي فممكن اذا استمرينا ممكن يصير عندنا اكسبوجر ويصير عندنا مشاكل. زين هذه الصوره بدها توضح انه المارجنال ريدج، تكلمنا احنا بالسلايدات السابقة انه لازم انه تكون هاي المسافة او هاي المنطقة لازم تكون الثيكنس مالتها من 1.6 الى 2 ملم، يعني تقريبا حجم بيرين. اوكي لانه بعض البيرات تكون دايميتها مالتها مو فقط 0.5، لا ممكن اكبر 0.75 1 ملم حسب. اوكي حسب الحجم، يعني تقريبا اذا استخدمنا لارج بير فيشر بير تكون تقريبا عرض بيرين. زين وهاي الصورة توضح انه الميجيال وديستال وول مالتنا لازم تكون دايفيرج شنو اوكلوجيال. اكو فد ملاحظه كلش مهمه لازم تخلوها ببالكم، انه اذا اجاكم سؤال ترو فولس، انه البوكال ولينجوال وول اذا تكون دايفيرج اوكلوجيال صح او غلط؟ اكيد غلط. بس اذا اجاكم نفس السؤال انه بوكال ولينجوال وول مالتنا دايفيرج شنو جينجايبالي، هذا صح او خطا؟ فاكيد صح. ليش؟ لانه احنا كل شكل إذا كان كونفيرج من جهة فبالتالي هو دايفيرج من الجهة الأخرى، يعني عكس الصيف. أوكي خلوها ببالكم، يعني هسه هاي هذا الميجيال أو ديستال سايد مالتنا تكون دايفيرج أوكلوجيالي، تكون دايفيرج أوكلوجيالي بس هي شنو كونفيرج جينجايبالي. زين بس قبل لا ننتقل للسلايد اللي بعده خلوا ببالكم موضوع الدايفيرج والكونفيرج، لانه كثير من الاساتذه يحبون هيك اسئله. اوكي زين السلايد اللي بعده راح نتكلم انه اذا حبينا او اذا سوينا كافيتي لللور فور لازم نخلي فد نقطه معينه ببالنا. اوكي فد موديفيكيشن معين لازم احنا نسويها للاتجاه البير. احنا كل الاسنان من نشتغل كافيتي تكون البير مالتنا عمود على اللونج اكسس اوف ذا توث، لكن اللور فور اذا اشتغلنا لها كافيتي لازم تكون البير مالتي
تكون باتجاه اللينجوال، اوكي، يعني مو عموديه. شنو السبب؟ انه مثل ما تشوفون انه الكاسب مالتي هنا البوكال كاسب راح تكون اكبر واطول من اللينجوال كاسب، هاي نقطه خلوها ببالكم. وبالتالي البالب هورن بوكالي راح تكون اطول منين؟ من اللينجوال. وبالتالي احنا لازم يكون البير مالتنا بهذا الاتجاه. راح نوضحها اكثر، بس شنو خلوها ببالكم انه هاي المسافة او خط هذا الخط الوهمي اللي رسمناه بين خلنا نوضحها اكثر ونكبرها. هنا عندنا البوكال كاسب لينجوال كاسب، هذا التب وهذا التب، راح نرسم خط وهمي. لازم يكون البير مالتنا عمودي على هذا الخط، عمودي على هذا الخط، زين، اوكي. شنو السبب؟ السبب انه اذا خليناها عمود على اللونج اكسس اوف ذا توث ممكن يصير عندنا اكسبوجر، خلوها ببالكم. فبالتالي البير مالتنا راح تكون بهذا الاتجاه وبهذا الشكل. هذه الملاحظة راح نطبقها سواء اذا حبينا نسوي امالجام او كومبوزيت. بالتالي احنا لازم نخلي ببالنا انه اي كافيتي اذا سوينا كافيتي اللور فور سواء الامالجام او كومبوزيت لازم يكون اتجاه البير مالتنا عمودي على الخط المرسوم بين البوكال واللينجوال كاسب، زين. اكو ملاحظة ثانية دا تقول شنو؟ تقول انه اللور فور او اللور فور بالضبط اللور فور راح انه تتكون من كاسبين بوكال ولينجوال. اللينجوال تكون صغيرة بينما البوكال تكون كبيرة، زين، وكذلك تقريبا حتى اللور فايف. اذا سوينا كافيتي وحدة، اوكي، لازم احنا قلنا لازم يكون راوندد، اوكي، ونكون راوندد بوكالي نكون راوندد. اما لينجوالي اذا سوينا راوندد، يعني اذا قمنا ناخذ من اللينجوال كاسب، انه اللينجوال كاسب هو بالاساس هو صغير جدا، فاذا اخذنا منها حتى لو مليم ممكن تاثر على قوة التوث، اوكي، وهو اصلا ساوند، احنا سوينا ضعفنا التوث. فبالتالي الكافيتي مالتنا راح تكون بوكالي راوندد، بس لينجوالي راح تكون سيمي ستريت، زين. اللور فور راح نشوف اكو ايضا مثل الابر مولار اكو فد رج بالنص، فايضا انه ممكن نسوي كافيتي هنا وكافيتي هنا ماكو اي مشكله، بشرط انه هذا الرج يكون سليم، او اذا اخذنا منها لازم تكون اقل شيء هذا الرج 0.5 مليم، اذا اقله نفتحها ونسويها كافيتي وحده. ومثل ما تشوفون انه البير مالتنا راح تكون عمودي على الخط المرسوم من بوكال كاسب الى لينجوال كاسب، راح تكون عموديه. شنو السبب؟ مثل ما تشوفون انه البوكال هون هذا البالب تشامبر يتكون من هورنات، هذا لينجوال هون، هذا بوكال هون، الهور مالتنا راح تكون اطول من اللينجوال. فبالتالي اذا احنا خلينا البير مالتنا عمودي على اللونج اكسس اوف ذا توث واستمرينا ممكن يصير عندنا من هاي المنطقه اكسبوجر. يعني إذا استمرنا في هاي المنطقة بالتالي آخر شيء ممكن يصير عندنا شنو؟ ممكن عندنا يصير اكسبوجر وبالتالي يتحول التوث حتى ممكن إلى اندو. فأما إذا أخذنا هاي الوضعية، أوكي، إحنا في السيف سايد، أوكي؟ زين. أما السلايد اللي بعده، إحنا اتفقنا إنه البيت والفشر راح نشوفهم على الكلوجال سيرفيس وراح نشوفهم أيضاً على البوكال واللينجوال سيرفيس. هنا عندنا الأبر 6 وعندنا لينجوال اكستنشن صار بها كاريز، أوكي؟ فراح ننظف الكلوجال ثيرد أو كلوجال سيرفيس وراح نفتح الكافيتي هنا. ومثل ما تشوفون بدينا هنا مباشرة بالفشر بير، وممكن نبدي أيضاً مثل ما قلنا واتفقنا راوند بير وبعدها فشر بير وننظف هاي المنطقة كلها. نعوف يعني هاي المنطقة أو هاي الحد الفاصل ده تشوفونه، نخلي هاي المنطقة على حطتها من يعني ما نلعب بيها، نخليها على مكانها. بعدها نستخدم الفشر بير مالتنا، صار عندنا هذا الكابيتي الكلي والكابيتي الأولي، أوكي، إنيشال كابيتي مالتنا صار هيج. نستخدم الفشر بير بهذا الشكل وندخل إلى الداخل حتى نفتح هاي المنطقة. فبالتالي حصلنا على هذا الكابيتي، هذا نسميها احنا اكجيال وول وهذا نسميها جنجايفال سيت ايضا، اوكي، زين. نستخدم كاربايد بير يعني لارج سايز، ننظف هذا الكاريز، ننظف هاي المنطقه،
فبالتالي صار عندنا هاي منطقة نظيفة، هذا الكافيتي مالتنا صارت كافيتي وحدة يعني ممتدة من الكلوجال سيرفيس إلى لينجوال سيرفيس. وبعدها نستخدم فيشر بير ونعدل هذا الجنجايبل سيت، وهذا الجنجايبل سيت لازم تكون parallel with the pulpal flow. أوكي، والأكجيال وول مالتنا أيضا لازم تكون فلات. زين، مثل ما تشوفون هنا بصورة أوضح استخدمنا الفيشر بير، نظفنا بها الأكجيال وول، سويناها فلات أوكي، وسويناها سموث نقدر نقول، لأن هي تقريبا احنا بعدنا يعني فتحنا الإنامول وهنا عندنا دنتين بس أوكي، يعني ماكو مشكلة لأن الكافيتي مالتنا مو كلش كبيرة، فماكو مشكلة نقدر نستخدم الدايموند بير ماكو مشكلة. بعدها نستخدم جنجايبل تريمر، ليش؟ لأنه هنا صارت عندنا مثل الأكجيو نقدر نقول عليها أكجيو بالبال لاين أنجل. أوكي، فهاي المنطقة، هاي المنطقة لازم نسوي لها بابل، احنا اتفقنا، فبالتالي نستخدم جنجايبل تريمر نسوي لها بابل. وأيضا هاي المنطقة الجنجايبل سيت مالتنا نسوي لها مثل ما تشوفون نسويها فلات أوكي، وهاي المنطقة أيضا هذا اللاين أنجل أيضا نسويها بابل، نسوي لها بابل، وبالتالي شكل النهاية مالتنا الكافيتي صار هذا أكلوجال سيرفيس كافيتي مالتنا وأكلوجال كافيتي مالتنا، هذا أكجيو بالبال لاين أنجل، وهذا الأكجيال وول، وهذا الجنجايبل سيت مالتنا. زين، أما هنا عندنا شكل آخر أوكي، هنا عندنا أيضا هو نفس الأبر 6 أوكي، صار عندنا هنا نفد نقدر نقول عليها هنا بيت معين، وهاي المنطقة كلش كبيرة، فعادي راح تصير عندنا هاي المنطقة كلها ساوند، فنفتح هنا فتحة واحدة ونسوي لها penetration وننظفها، راح يصير عندنا كافيتي معزولة. بس إذا هاي المنطقة هاي المسافة كانت أقل من نص مليم وكلها يعني كاريز، وبقت فد مسافة بسيطة أقل من نصف مليم أو 0.5 مليم، فنفتحها كلها وتصير كافيتي واحدة مثل ما تشوفون هنا. أيضا هنا عندنا لاور 6 أتوقع، هنا عندنا هنا بيت فبها كاريز نظفناها. فإذا كانت أيضا هاي المنطقة كاريز وهاي المسافة اللي هنا نظفناها بقت أقل من نصف مليم، فبالتالي أيضا نفتحها كلها ونسويها كافيتي واحدة، وأيضا نفس الخطوات نتبعها، فهاي راح تصير عندنا جنجايبل سيت بارلل وذ البالبال فلو، والأكجيال وول مالتنا أيضا تكون فلو تكون فلات، وأيضا تكون بارلل وذ بوكال نقدر نقول بوكال وول، وبالتالي هاي هذا اللاين أنجل نسويها بيبل، وأيضا أكجيو بالبال لاين أنجل مالتنا أيضا نسويها بيبل. أوكي، هاي الخطوة كلش مهمة، احنا لازم نسوي هاي المنطقة بيبل وهاي المنطقة أيضا نسويها بيبل، حتى نتخلص مثل ما قلنا من كل المناطق أو من كل الزوايا اللي ممكن تكون حادة أو شارب. أوكي، زين، والسلايد الآخر أنه أكو مصطلح اسمه كوفز ولوكس، حبيت أوضح بهذا السلايد أنه مثل ما تشوفون هسه هذا عندنا لينجوال اكستنشن صارت كافيتي واحدة، هاي المنطقة سميناها الجنجايبل سيت، هذا اكجيال وول، سوينا بابل لهاي المنطقة، أيضا سوينا بابل لهاي المنطقة مثل ما تشوفون. فبالتالي بعض الأحيان الكافيتي إذا تكون كبيرة فبالتالي الأمالجم ما راح تنحصر داخل الكافيتي وما راح نحصل على ريتنشن كافية، فبالتالي لازم احنا نسوي فد خطوات أو فد شغلات معينة احنا نسميها سكندري ريتنشن مينز حتى نحصل على ريتنشن أكثر. أوكي، فنستخدم في بعض الأحيان راوند بير ندخل داخل الدنتين أو ندخل داخل دنتين ونعمل دنتين في منطقة البوينت أنجل، يعني منطقة التقاء ثلاثة أسطح مع بعض، احنا اتفقنا سميناها بوينت أنجل. في البوينت أنجل نستخدم راوند بير ندخل مو كل يعني مو كل البير ندخلها داخل الدنتين، لا يعني نسوي فتح حفرة مقدار تقريبا 0.5 مليم شوي ونطلع. فهاي الحركة هاي مثل ما تشوفون صارت هنا عندنا نسميها كوفز. اما اللوكس لا، احنا هنا نستخدم الفيشر بير تيبر وندخل وين؟ ايضا بالبوينت انجل على طول البير تقريبا، على طول البير تقريبا وبزاويه معينه يعني شويه فد ميلان بسيط. اوكي، ندخل ايضا تقريبا 0.5 ملم ونطلع، فبالتالي هاي المناطق راح تسوي ان ريتنشن اكثر، يعني هالأمالجام نخليها داخل الكافيتي راح تتعشق في داخل هاي المناطق، يعني راح تدخل هنا
اوكي، وبالتالي راح نحصل على ريتنشن اضعفيه، او هاي المنطقه من راح تصير بيها فد جروف معين، اوكي فد جاب معين، فالامالجام من نخليها هنا ونسوي لها كوندنسيشن وتدخل هاي المناطق راح تتعشق وتنحصر داخل هاي المنطقه وتسوي او نحصل على ريتنشن اضعفيه. اوكي زين، اما سلايدنا الاخير، سلايدنا الاخير خليت هذا السلايد حتى تتعرفون على الجاب، مصطلح الجاب عن قرب. اوكي هاي المنطقة إذا زومناها وشفناها مثلا بروكسيمالي راح نشوف فد سبيس معين تاخذ شكل الفي شيب. اوكي تاخذ هذا الشكل، تاخذ هذا الشكل، فهذا السبيس راح تتجمع هنا بقايا الأكل، البلاك هنا ممكن راح تصير وتتجمع، أو البكتيريا هنا راح تتجمع، وبنفس الوقت راح تنتشر البكتيريا من، يعني راح تنتقل البكتيريا من هذا المكان وراح تتجمع هنا وراح تبدي تنتشر تحت الحشوة مالتنا وتبدي تسوي لنا مشاكل وتسوي لنا سكندري كاريز. اوكي فحبيت اخلي هذا السلايد انه اذا مر عليكم مصطلح الجاب بالمحاضرات القادمة او محاضرات الكلية او اي مكان ثاني، الجاب عن قرب هذا شكله ياخذ في شيء، وهنا هاي المشكلة عندنا مشكلة كبيرة. طبعا إذا صارت عندنا هاي المشكلة فهي بالحقيقة مشكلة كبيرة، لأنه البكتيريا راح تتسبب من هاي المنطقة وتدخل تحت الأمالجام مالتنا وتحت الحشوة وتسوينا مشاكل. فهذا الجاب عادة يصير ويا الأمالجام، يصير بين الحشوة بين الأمالجام وبين التوث ستراكشر أو بين الكابو سيرفيس مارجن. هاي المنطقة بالضبط نسميها كابو سيرفيس مارجن. أوكي زين، احنا الى الان خلصنا من المحاضرة او الجزء الثاني من محاضرة رابعة من سلسلة محاضرات الاوبراتيف، وخلصنا وياكم كلاس 1 كافيتي بريبريشن. فبالتالي اي سؤال عندكم او اي استفسار تقدرون تراسلوني، وان شاء الله ما راح اقصر وياكم، وان شاء الله للمحاضرة القادمة اشوفكم بألف خير.